والكود كوغ هذا الحلقة هو واحد شيفور ديال تاكسي. نشوفوا الفيديو ديال تاكسي جار. السلام عليكم أعزائي المتابعين، جيت نشارك معكم واحد تجربة رائعة مريت بها، وهي هاد السيارة العجيبة، سيارة الأجرة بمدينة الدار البيضاء. اللي زاد بهرني هو حسن المعاملة والأناقة ديال هاد السائق المتألق اللي كيعطي صورة جميلة لبلدنا المغرب الحبيب. والمفاجأة الكبرى هي لما تدخل السيارة، ما شاء الله عنده متحف متنقي، عنده لي طابليت، عنده أقلام التلوين، عنده لي بونبون الحلويات، عنده جميع الأشياء اللي يمكن تخطر على بالك موجودة عنده. عنده الماء، عنده دوليبران، عنده أي شيء، متحف بمعنى الكلمة، متحف كامل ومكمول. كنتمنى أنكم تدعموا بحال هاد المواهب وبحال هاد الناس اللي كيبدعوا، وتلقاو إن شاء الله الرقم الهاتف ديالو في آخر الفيديو. شوفوا هنا يا ما شاء الله كيفاش كيستقبل سعد ولدي. هذا خاصو واحد ما تخش البورط ما هذا. اختي انتما كما درنا معكم وحده، سي الطاكسي كيشعل، دير فيه الويفي، دير لي بونبون، دير لي لانجيت، دير كلينك، هو نقيقي، دير دولي بخان، اش بغيتو؟ علق نونوس بصحتو راحتو. ما كطلعي في ان اونيفير زوين، كطلعي في ان اونيفير بيرسوناليزي، لابس لي غون، لابس لي غون ديالو نقيقي، متي هو الله يكمل عليه بالخير. بالعكس سي ان بون اكزومبل ديال الشيفور ديال الطاكسي اللي نتمناو ان بزاف داكشي كثير عاوتاني نونوس بزاف. لا سي فغي بزاف، انا جا بغي با نطلع طاكسي في قوه المهرجان. يوسف tu n'aimerais pas, moi j'aimerais bien. بالعكس انا نسيت كنحييه ونتمنى انني نتلاقى ونطلع معاه في الطاكسي ديالو، ندير لي ديستوري وقيدور بيا ونتصرف داك الطاكسي، باسكو سي ان اونيفير زوين. تخيلي دابا نطلع انت سالي لها الطاكسي بيان سور غتهبط الطاكسي داك الشيء كله، جاب داك الدواء ديال الراجل اللي عنده غتجبدوا ليه وريد غتنتف كل شيء، جاي منو سلاح من الشرجم فهمتي، غتفجر لي الاونيفير فهمتي. نو اونتر هاد السيد اللي تبارك الله عليه متول وعندو داكشي زوين، وواحد الطاكسي كطلعي معاه كيكني، ولا طاكسي كطلعي كتشمي ريحة الرجلين، جو سوي ديزو لا جو بخيفير، لا يا ربي الله جو بخيفير هاد لونيفير كو نو تا انا جو بخيفير هاد لونيفير هذا تا انا تا انا كنقولها كيف كومون يل في كيفاش كيدير. وا بور لو مومون يل في كوم يل بو، لا خلاوه حيت من بعد كاع دوك السيلوات كان الله بيك قابلات شوف الله بالحال سا طون بيان انا نقول لك العماره والنقافه والجيران سا طون بيان كهضرنا على هذا الموضوع هذا باسكو يلاه جبدتو البارح هذا الموضوع هذا و جو سوي با سور دو لا شوز، ولكن ابارامون سي انتيردي دير ان اندرو بحال مثلا محل بريفي ديالك وتصور الاخرين، ستادير سا بو اتر ماتريكول باساجي ناس دايزين. apparemment c'est une conversation que tu connais mal les amis quand je me demande je me demande واش عندك الحق تصور ان باسون ديز وتستعمل ديك تاع لوتيليزاسيون ديالو داك الشيء. صرا ما تبقاش قلتي مع هاد لي زامي بزاف. لا هاد لي زامي لا لي وراك شكون هما هادو راه ديزيني. لا 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 صرا ديبي توجور كيدوزو الناس وكيتصوروا وجرائم كيتجبدوا بالكاميرات وكيتبغوا يستعملهم. جو سوي داكور بوليس هو اللي عنده الحق يستعملهم ماشي حد اخر. لا اش غادي يستعملهم بوليس غادي يهز كاميرا ويدور؟ لا ما فهمتيش، ما عندوش الحق. مثلا انا عندي محل كنصور كنصور في زنقه سي بوبليك انا بيان داكور، حتى فاش كتكوني انت كتصوري برا واش ديتي شي ماتريكول ولا اون بيرسون تو دو بروند لا كوردوريزاسيون لوتوريزاسيون ديالها هنا دوزي في التلفازه جوست لا ني داكور. دونك فين كتبقى عاد المرحله الاخرى الى ديفوزيون ستادير الى سي جو تو في كونفيونس انت داير في محلك ولا هذا ما ديفوز با ليماج. انا ديزا تما بغيت حد يعرفني ديزا تما ولا ساكنه تما مثلا ونتي تي تحرنا غير ديفيزي هادشي اللي فين واصلين هادشي فين واصلين. لا عندنا الوقت اصاحبي لا ما عنديش حق على البرنامج جبدنا لك شي ضيع ديك الوقت تي باق دابا بقي مصدومة وضربك باق لا ولكن اسمحي لي يا سارة واش فهمتي حنا قلنا مو الطاكسي غيدير الكاميرا باش نشوف هاد الشفر ليه الطابليت غيمشي عند البوليس ماشي حتى يوتيوب الا فوالا هادشي اللي بغيت نقول باش راه حتى واحد اصلا انت زرقاء ديزي في الناس غادي نجي شاد ديفيزي فيها
الناس غادي يجي واحد غادي جاي انا انا جبت الموضوع اون جينيرال استدير باش دير كاميرا الوسط وكاينين دي باساجي كيطلعوا عندك يفو فيغ جوست اتونسيون لا عندك الحق فوالا مي بيان داكور هادشي اللي بغيت نقول عندك الحق تصور ما عندكش الحق ديفوزي ما حنا نهضروش على ديفوزيون دابا غير اللي داير ما يتخلعش وصافي حيت كاين اللي كيسول طاكسي نقي وزوين وكنتمنى المره شوف لي بونبون ياخذوا جاوب ساره بعدا علاش على هذا ما عندوش الحق في الكاميرا جاوبها انت عنده الحق في الكاميرا بيان سور لان عنده الحق في الكاميرا بعدا يسو بروتيج هو ها انا عندي طاكسي طلع واحد من جلس اللور انا كنخدم الطاكسي ديال الليل طلع واحد هز عليا موس انا خدام في الطاكسي بالليل طلع معايا واحد السيد كيتاجر في المخدرات انا ما عرفتش بلي هذاك السيد كيتاجر في المخدرات هو جالس اللور كيوجد راه مشكل باش هبطوا الزبائن ديالو طرا مشكل نمشي انا تما كومبليس دونك الكاميرا كتحميني السؤال اللي طرحتك انت ما كاملش حيت انا ما قلتش ما عندوش حق ديال الكاميرا راه ما عندوش حق يجي فوزي ما غيديفوزيش لا 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 نرجعوا على بغيتي البرنامج دابا نشوفوا لا رجعوا الكاميرا رجعوا الكاميرا البرنامج لا قلتي ما عندوش الحق يدير الكاميرا في الطاكسي ما عندوش الحق يدير الكاميرا وخليتيني نكمل قلتي ما عندوش الحق يدير الكاميرا تقول لي علاش ما عندوش الحق يدير الكاميرا انا كنت من الجمله انا كنت بحال هكا وي ما شافوا والو كنت بحالكم لا 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 رجعوا الكاميرا رجعوا الكاميرا شوفوا انت ذكي كتحاول رجعوا الكاميرا معناش عاد خدمتي في الكاميرا غير قوسي دابا حنا دابا خليها فحال وقعتي جريمه في البلاطو المهم انا قلت هكا صافي سمحوا لينا سمحوا لينا تفضلي كملي على الطاكسي صافي لي بونبون عندو لي بونبون وي الطاكسي زوين بغيت بغيت واش خوكسي مينيو شوف كسي مينيون نقي شوف كسي مينيون في الاول قلت تو ماتش ما بخي قلت الله ما كتو ماتش ولا تو ماتش طاكسي هذا كيدير فيه اللي بغا جو بريفير نطلع في طاكسي نقيقي كون نطلع في طاكسي بحال راك فلوكه مهرسه غادي داير هكا قلنا لي فين امتى غيقلبني ولا مون طاكسي كيسوق سوزو كان في شكل اولا شي طوموبيل مهدود شي طاكسي ديال زاني ديس جو بريفير يكونوا الطاكسيات كلهم بحال هكا ويكونوا مالين طاكسيات اغريابل باسكو كاينين مالين طاكسيات ديزاغريابل وسورتو سورتو 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 من يوقفوهم الناس يهزوهم نتوما كتحاربوا مع ناس وحدين اخرين اللي كيخدموا بطرق واحده اخرى بطوموبيلاتهم وانتوما ما كتهزوش الناس كتبقى واقف ما كيهبطش لك جاجه ولا كيدير لك غير ها هو غادي وانت كتشير وكتبقى واقف دونك لا لا انا ما بقيتش كناخذ طاكسي نعم بقيتش كناخذ طاكسي وانت تي ان بيرسون بيان تي انت تبقى في المازيراتي لا 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 في تي سي في تي سي هما اللي كليزا بيكا في تي سي سميتها في تي تي سحمنا شبيكا لا ما كنعرفش قالت لك هذيك نو والله ما كنعرفش نعوم لا جي عرفنا هذيك المره مي ما نعرفش نعزوك بيكا ما نعرفش تروتيني خاصك شي حد يركبني معاه خاصك حد يركبني معاه خاصك حد يركبني معاه وبالمصطلح هذا يردفني ما نقدرش نعزوك بيكا بوحدي نعلمو البيكا والعومان انا العومان على حسن بيكا تكلف العومان انا اهنيتك منها لا انا انا كان عندي هذا الشيء مسبح نشربوا عصير برتقال عاد لها ناري ناري هانشي نحن كاميرا نحن نرجو كاميرا اعتراف بالجريمة اعتراف بالجريمة هذا انتو كاسا جولي كود كور اليوم